السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا مزيانين صحة لاباس كلشي هو هذاك. بون، جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي رائعة رائعة للشعر، اللي كيف كتشوفوا هي هذه الوصفة. قبل غادي نقول لكم انها كتساعد في منع تساقط الشعر، كتقوي البصيلات نتاع الشعر وتنود لك الخلفة للشعر. هذا هو المهم، انا لقيت عليها نتيجة اللي رائعة رائعة رائعة. الوصفة اللي سهلة، زيت الزيتون، اللي عنده زيت الزيتون يعني بلا ملحة يدير هاد المكونات ويخليهم يطلقوا واحد السويعة جو سوايع ويديرهم بشعره. اللي عنده زيت الزيتون اللي فيها الملحة يديرها فوق النار. الفرق نتاع زيت الزيتون باش تعرفوا واش نتاع الملحة ولا ماشي نتاع الملحة، هو نتاع الملحة كتكون الماكلة يعني ناكلوها عاديا، اللي ما فيهاش الملحة كتكون التجميل. انا عندي هذه اللي فيها الملحه درتها فوق النار على واحد 4 دقائق 3 دقائق، 4 دقائق هكاك. درت فيها 3 دريسان تاع الثومه اللي غير قطعتهم بهم بالقشور، الورق نتاع ازير كيف كتشوفوا، وريقات نتاع الزعتر، ماشي الزعتر، الزعتر، وحبات نتاع الحلبه. خليتهم يطبخوا فوق النار، من بعد كتخليهم يبردوا وتخليو ديك الزيت يعني تستعملوها 3 ايام. كديروا يعني تاخذوا ديك الزيت غير بيدكم وكتدهنوا بها راسكم، كترغويو راسكم يعني من الجدره حتى الاطراف الشعر، كترغويو يعني تنفخوا مزيان شعركم بهذا الزيت 3 ايام. تخليوها في الشعر مده ساعه حتى 3 سوايع ومن بعد تغسلوها. هذا الزيت ما نديروهاش ونباتوا بها، حيتاش الزيت كتحل المسام تاع الشعر وتدخلنا مع المسام، الا بتنا بها راه غادي نضروا بها شعرنا. كيف قلت لكم ديروها فوق النار من 3 دقائق حتى ل4 دقائق، كتخليوها تطبخ فوق النار بهاد المكونات. من بعد كديروها في شعركم من الجدره حتى الاطراف نتاع الشعر. بغيتو تغطيوها غطيوها، ما بغيتوش تغطيوها خليوها يعني هكاك. من بعد جلسوا بها ساعه جوج سوايع ماكسيموم 3 سوايع وغسلوها عادي بالشامبوان عادي. هاد المكونات فيهم ريحه قاطعه، صبروا، ولكن النتيجه اللي غادي نقول لكم رائعه رائعه، كتقوي الشعر. اللي عندها الشعر خفيف، اللي عندها تساقط الشعر كتوقف تساقط الشعر، اللي عندها هذاك الشعر خفيف في القدام مزيان انها كتنوض الخلفه للشعر. جربوا هاد الوصفه وما غاديش تندموا عليها. انا عند تجربتي للشعر ديالي كان في واحد الحاله كما يقولوا اللي لا يحسد عليها، كما يقولوا ما تمنهاش لعدوك، ولكن انا داومت الوصفه الطبيعيه، داومت هذا الاسبوع عندي وصفه طبيعيه اخرين اللي داومتهم. بالنسبه اللي عندها تقصف الشعر، اللي بغات الوصفه تاع تقصف الشعر نخليها ليها حتى هي. انا لقيت عليها نتيجه اللي رائعه، بحال درتي الكيراتين ولا البروتين الطبيعي للشعر ديالك. انا هذه الوصفه هي اللي داومتها يعني بزاف هي، والثومة يعني تحكوها في الجدره نتاع الشعر، هذه كتنوض الخلفه 100%. اللي بغى النصائح اللي انا تابعتهم باش يعني شعري ولا الحيويه ديالو ولا قوي، نشارك معاهم الوصفه. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه. واللي بغى شي استفسار اخر يخلي لي كومونتير نجاوب بطبيعه الحال. وشكرا.